يحكى أنه أحد حكام مصر كان متحلي بالعدل مع تجبره وسفكه للدماء، وكان يقعد للمظالم وينصف المظلوم من الظالم. وفي يوم من الأيام استدعى ابنه مغنية، بالطريق شاف بعض صالحي مصر معها غلام حامل عودها، فعصبوا كسره. غضب الولد من هذا الموضوع واشتكاه عند أبيه وخبره بالقصة، فأمر الحاكم بإحضار ذلك الرجل الصالح، وبالفعل تم إحضار الرجل الصالح إلى الحاكم وامتثل أمامه. فسأله: أنت كسرت العود؟ أجاب الرجل الصالح دون خوف: نعم. قال له الحاكم: أفعلمت لمن هو؟ قال الرجل: نعم، هو لمغنية ابن الحاكم. فسأله الحاكم: أما أكرمته لي؟ ليش ما تركت كرامي لإلي؟ فقال له الرجل: أأكرمه لك بمعصية الله تعالى؟ لما سمع الحاكم هذا الجواب أطرق برأسه إلى الأرض، ثم قال: كل منكر رأيته فغيره وأنا وراءك. ما قدر يرد على كلام الرجل الصالح، لأنه من طلب رضا المخلوق بمعصية الخالق رح يضيع رضا الناس عنه ومدح لإله، ورح يلاقي العكس تماماً، رح يشوف غضبهم وذمهم لإله، بخلاف اللي بيحاول يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى بمعصية الخلق. بهداك الوقت رح يجعله رب العالمين ممدوح من الناس، ورح يرضى رب العالمين عنه، وهذا أمر مشاهد ومجرب. فالناس مجبولون على حب الأمين المتدين العامل لله القاصد له في جميع حركاته وسكناته. رب العالمين أطلعنا على هذا السر في كتابه الكريم في آية جميلة جدا، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. شهر المحرم من أفضل الفرص، مثل شهر رمضان الكريم، هو فرصة لإعادة التفكير بالأمور اللي بنينا عليها حياتنا واللي بنينا عليها شخصيتنا، وكرمال نعيد بناء شخصيتنا من جديد. ينبغي اغتنام هالفرصة من خلال حضور المحاضرات والمشاركة في المجالس بالتفكير: هل أنا على الطريق الصح في تعاملي مع الآخرين، في الأسرة، في المجتمع؟ هل أقدم رضا الله تعالى على رضا المخلوقين؟ يعني إذا أدن بترك شغلي وبتوجه نحو الصلاة؟ إذا طلبت للشهادة أشهد بالحق أم إني بوقع بإحراج وخجل فبغطي على الظالم وما بنصر المظلوم؟ إذا دعيت من قبل أصدقائي لأمر محرم بنهاهم عن هذا الفعل أم بشاركهم كرمال الدوم الصحبة بيني وبينهم؟ في عنا أعظم من إطاعة الأبوين وبرهم؟ مع ذلك قد يتوهم البعض أنه لازم يتبع أبويه مهما كانت عقيدتهم أو طلباتهم منه، محقة غير محقة. ولذا جاء قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا كنت ملتفت لها الموضوع أنه لا طاعة لأحد من المخلوقين كائنا من كان، أبا، أما، زوجا، أخا، أختا، أميرا، حاكما، في معصية الله تعالى، يعني أنت على خير. وفي غير ذلك لازم تعيد حساباتك من جديد، لأنه بعمره ما أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. ومن جميل ما ينقل في هذا الكلام أنه كتب رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام، سأله: عظني بحرفين. فكتب إليه عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.